اسمي عبد الله بن محمد، وقد ولدت وأقيم في جزيرة البحرين في الخليج العربي. لقد كان يوما سعيدا جدا اليوم الذي استقليت فيه السيارة مع جون وينتر نعبر الجزيرة متجهين نحو منزلي على الساحل الغربي. إن جون صديق قديم لي، وكان مضيفي ودليلي حينما كنت أدرس في أوروبا منذ سنتين. والآن وفي أثناء هذه الأيام القليلة آمل أن أستطيع إطلاعه على جزيرتي ومنزلي وطرق معيشة السكان وعملهم. كانت هذه أول زيارة يقوم بها جون للشرق، وكان متشوقا لمعرفة الكثير عن كل ما شاهده أثناء رحلتنا من شوارع المنامة المكتظة إلى الريف الذي تضيئه الشمس المشرقة. والدي ينتظرنا في المنزل ليرحب بضيفنا حسب تقاليدنا، كما كان في استقبالنا هناك اثنان من اخوتي وبعض الاصدقاء. أعددنا برنامج زيارة جون أثناء اكتشافنا أقداح القهوة، وبدأنا جولتنا في عصر نفس اليوم. يرجع تاريخ بلادي إلى الماضي الغابر. تضم هذه الأرض الشاسعة الممتدة على مدى البصر رفاة سكان هذه الجزيرة الأوائل منذ 3 أو 4 آلاف سنة مضت، والتي ربما كانت هي مرقدهم الأخير. ولقد حضر من بلاد الدنمارك خبراء الآثار لدراسة هذا التراث المجيد، وهم يجمعون الآن أطراف قصة تاريخ جزيرتنا القديم التليد.
خلد الزمن بعض العادات القديمة، فلا تزال طريقة نقل المياه وغسل الثياب باقية جنبا إلى جنب نعم العلم الحديث. وكان في استطاعة اليوم استحاض جون لمشاهدة نتائج التقدم الذي أحرزناه، وبفضل جهودنا في استخدام وسائل الري والزراعة الحديثة استطعنا زراعة المحاصيل والزهور في هذه الجزيرة الصحراوية وتربية الماشية والدواجن التي لم تكن إلا حلما منذ 50 سنة مضت. منذ قرون والتمر يعتبر أحد حاصلاتنا الرئيسية، ويمكن اليوم تحسين زراعته إذا ما أخذ بالطرق الحديثة لإنتاج أنواع مختلفة منه. اعتقدت أن جون شاهد اليوم فيه الكفاية، وكنا في طريقنا إلى المنزل عندما غير خطتنا بعض الصبية الذين كانوا يلعبون بين أشجار النخيل. إن الصبي الذي أصيب هو علي ابن أحمد ابن أخي، وعلى الرغم من أن إصابته في رجله لم تبدو خطيرة جدا إلا أنه كان يشعر بألم عظيم، فقررنا نقله إلى الطبيب بأسرع ما يمكن. مهدت إصابة علي الصغير وزيارتنا إلى عيادة القرية في أول يوم من زيارة جون إلى البحرين، مهدت لجون فرصة الاطلاع على التقدم الذي قمنا به في الخدمات الطبية. ولذلك أخذته في صبيحة اليوم التالي لزيارة 2 من مستشفياتنا الجديدة. ولقد قامت دائرتنا الطبية في السنوات الأخيرة بإجراء توسيع كبير في خدماتها، هذا بالإضافة إلى العيادات الطبية التي أنشأناها، فمستشفى الأمراض الصدرية ومستشفى الولادة اللتين أخذت جون لزيارتيهما معدتان بأحدث الأجهزة وأعلاها مستوى. ويستمر الإعمار كل سنة، فتشيد مستشفيات جديدة وتفتتح مراكز تدريب جديدة لتسد حاجة شعبنا. إن مدينة البحرين الرئيسية هي المنامة، مركز العمل والنشاط والحياة في الجزيرة. يقول المؤرخون إن الفينيقيين القدماء بناء السفن بدأوا في البحرين،
وسواء كان ذلك صحيحا أم لا، فإننا نحن سكان البحرين شيدنا السفن منذ قرون وعبرنا بها محيطات العالم الشرقي منذ أجيال. نحن شعب بحري، موانئنا تغص بالسفن على اختلاف أنواعها، حاملة البضائع من وإلى أطراف العالم. والمنامة عاصمة البحرين هي اليوم ميناء حر، والتسهيلات المتوفرة في مرافئها مستمرة في التوسع، متمشية بذلك مع الأعمال التجارية الآخذة في الازدياد. وكغيرنا من سكان الجزر في العالم يمارس شعبنا صيد الأسماك. نشاهد هنا مرة أخرى القديمة والحديثة معا، فهذه السفن التي تمثل الماضي رافعة شراعاتها نحو أماكن صيد الأسماك عابرة الطرق البحرية التي تسلكها ناقلات الزيت الحديثة. صياد الأسماك القريبين من الشاطئ بأدوات صيدهم المختلفة لا زالوا يصطادون السمك بنفس الطريقة التي كان أسلافهم يمارسونها منذ مئات السنين. مرة في السنة تخرج سفن الغوص لتلقي بمراسيها في مياه الخليج. إن استخراج اللؤلؤ ربما يكون أقدم صناعة، اشتهرت البحرين منذ القدم وذاع صيتها باللآلئ النفيسة. والحقيقة كما يقال إن لؤلؤ البحرين من أفخر وأجود اللؤلؤ وأصفاه لونا في العالم. إن سفن الغوص مزودة بمجاديف خاصة أطرافها مربعة الشكل. تربط هذه المجاديف على جانبي السفينة أثناء عملية الغوص، ولكل غواص زميل يقف على ظهر السفينة لجذبه إلى سطح الماء عندما ينتهي من جمع الأصداف الكافية أو عندما لا يستطيع البقاء تحت سطح الماء مدة أطول. يستطيع هؤلاء الغواصون الغوص 14 باعا إلى قاع المحيط ولمدة دقيقة ونصف الدقيقة، ويجمعون في هذه الفترة حوالي 12 محارة. وفي الفجر يبدأ الغواصون فتح المحار لاستخلاص اللؤلؤ منه، ويحتفظون حتى بحباته الصغيرة ويبيعونه بالوزن. ولقد دفعت في مرة من المرات 15,000 جنيها استرلينية ثمنا للؤلؤة واحدة من لآلئ البحرين. Thank you.
اليوم الثاني رافقت جون في زيارة إلى مدرسة علي، وهي إحدى المدارس الكثيرة التي تم بناؤها أثناء السنوات العشر الماضية. فمنذ 30 سنة لم يكن في البحرين سوى مدرستين ابتدائيتين، أما اليوم فيوجد أكثر من 30 مدرسة للبنين و13 مدرسة للبنات ومدرسة للصناعة. وبينما كنا نشاهد لعبة الكرة الطائرة، حدثت جون عن النادي في المحرق والذي أنا عضو فيه، واقترحت عليه أن يأتي معي ليشاهد مباراة في كرة القدم في ذلك المساء، حيث يلعب فريقنا ضد فريق أوروبي. منذ سنوات قليلة عثر على الزيت تحت أرض البحرين، فازدهرت صناعة جديدة وامتدت في جنوب الجزيرة كما لو كنا في الصحراء، خطوط أنابيب الزيت وخزاناته. هذه هي الأجهزة التي تخرج الزيت من باطن الأرض وتدفعه إلى مصنع التكرير العظيم الواقع على الساحل الشرقي. ويستمر التنقيب اليوم عن مصادر جديدة للزيت، وتحفر آبار جديدة لزيادة الإنتاج. وفي أثناء اتجاهنا نحو الشمال من حقول البترول، مررت أنا وجون بالعوالي. هذه المدينة هي الرأس المفكر لبني وطني البالغين أكثر من 5000 نسمة الذين يعيشون ويعملون مع مهندسين بريطانيين وأمريكيين لإنتاج هذه الثروة الجديدة التي أتت بنفع كبير للبحرين. إن مصنع التكرير الذي يعتبر من كبريات المصانع في الشرق الأوسط يكرر ما يزيد عن 186,000 برميلا من الزيت كل يوم، وتشمل طاقة إنتاجه جميع أنواع المنتجات النظيفة المكررة من الأسفلت إلى وقود الطائرات ذو الأوكتين العالي. تجري هذه المنتجات في الأنابيب إلى السفن الراسية في مطبأ سترة أو إلى وحدة الخزانات القريبة. We'll be right back.
إنه آخر يوم لزيارة جون لجزيرة البحرين، وهو أيضا يوم افتتاح المعرض الزراعي والصناعي السنوي. وكان حاكمنا صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة يغادر قصره العامر حينما وصلنا إلى هناك ليقطع مسافة 10 أميال إلى المنامة حيث تقام الاحتفالات. إنني فخور وسعيد بأن يكون آخر يوم لجون في البحرين هو ذلك اليوم الزاهي الحافل بالاحتفالات. من المحزن أن نودع في هذا اليوم صديقا طيبا سأزوره في يوم ما في أوروبا مرة ثانية، وربما في يوم ما يعود جون إلى هنا. لقد رأى أثناء إقامته القصيرة معنا شيئا من بلادي وشعبي، وشيئا عن صناعتنا وتطور مصادر ثروتنا، وعرف شيئا عن تقاليدنا وتراثنا الثقافي. لقد رأى ماضينا وأريناه أننا نتطلع بأبصارنا إلى المستقبل.